السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2025 في المغرب بإذن الله تعالى، وترتيب الهدافين بعد نهاية مباريات اليوم السبت 7/9/2024 ونهاية الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة للمغرب 2025. قبل ما أبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في سياح جناتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين، اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم السبت 7/9/2024 موريتانيا فازت على بوتسوانا 1-0، احرز هدف سيدي بونا في الدقيقة 84. نيجيريا فازت على بنين 3-0، احرز هدف نيجيريا اديمولا لوكمان في الدقيقة 2 من اكتوبر الرضاعة في الشوط الاول. فيكتور اوسيمين في الدقيقة 78، اديمولا لوكمان في الدقيقة 83. الكاميرون فازت على ناميبيا 1-0، احرز هدف فينست او بكار في الدقيقة 65. الجولة الثانية هتبدأ غدا الاحد 8/9/2024 باذن الله تعالى، نعمل فعلا فيديو هينزل بكرة الصبح او ممكن بعد الفيديو ده، هنشوف لسه. المباريات السابقة، بداية الجولة الاولى كانت يوم الاربعاء 4/9/2024، السودان فازت على النيجر 1-0، جزر القمر تعادلت امام غامبيا 1-1، ليبيا تعادلت امام رواندا 1-1، تنزانيا تعادلت امام اثيوبيا 0-0. يوم الخميس ملاوي خسرت من بوروندي 2-3، افريقيا الوسطى فازت على لوسوتو 3-1، غانا خسرت من انجولا 0-1، غينيا بيساو فازت على اسواتيني 1-0، الكونغو فازت على جنوب السودان 1-0، تونس فازت على مدغشقر 1-0، الجزائر فازت على غينيا الاستوائية 2-0. يوم الجمعة 6/9 كينيا تعادلت امام زيمبابوي 0-0، توجو تعادلت امام ليبيريا 1-1، سيراليون تعادلت امام تشاد 0-0، جمهورية الكونغو الديمقراطية فازت على غينيا 1-0، جنوب افريقيا تعادلت امام اوغندا 2-2، والمغرب فازت على الجابون 4-1، مصر فازت على الرأس الأخضر 3-0، ساحل العاج وكوت ديفوار فازت على زامبيا 2-0، مالي تعادلت أمام موزمبيق 1-1، السنغال تعادلت أمام بوركينا فاسو 1-1. خلينا نتعرف على ترتيب المجموعات ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، ترتيب المجموعات، المجموعة A الأولى تضم تونس المركز الأول 3 نقاط، غامبيا المركز الثاني نقطة، جزر القمر المركز الثالث نقطة، مدغشقر المركز الرابع الأخير بدون نقاط. النقاط هنا يا جماعة، شايف السهم بيتحرك فين. المجموعة بي التانية تضم المغرب المركز الأول 3 نقاط، جمهورية أفريقيا الوسطى المركز الثاني 3 نقاط، ليسوتو المركز الثالث بدون نقاط، الجابون المركز الرابع الأخير بدون نقاط. المجموعة سي التالتة تضم منتخب مصر المركز الأول 3 نقاط، موريتانيا المركز الثاني 3 نقاط، بوتسوانا المركز الثالث بدون نقاط، الرأس الأخضر المركز الرابع الأخير بدون نقاط. المجموعة دي الرابعة تضم نيجيريا المركز الأول 3 نقاط، رواندا المركز الثاني نقطة، ليبيريا المركز الثالث نقطة، بنين المركز الرابع الأخير بدون نقاط. المجموعة إيه الخامسة تضم الجزائر المركز الأول 3 نقاط، ليبيريا المركز الثاني نقطة، توجو المركز الثالث نقطة، غينيا الاستوائية المركز الرابع الأخير بدون نقاط. مجموعة إف الستة تضم السودان المركز الأول 3 نقاط، أنغولا المركز الثاني 3 نقاط، غانا المركز الثالث بدون نقاط، النيجر المركز الرابع الأخير بدون نقاط. مجموعة جي السبعة تضم كوت ديفوار المركز الأول أو ساحل العاج 3 نقاط، تشاد المركز الثاني نقطة، سيراليون المركز الثالث نقطة، زامبيا المركز الرابع الأخير بدون نقاط. المجموعة اتش الثامنة تضم جمهورية الكونغو المركز الأول 3 نقاط، تنزانيا المركز الثاني نقطة، اثيوبيا المركز الثالث نقطة، غينيا المركز الرابع الأخير بدون نقاط. المجموعة اي التاسعة تضم غينيا بيساو المركز الأول 3 نقاط، موزمبيق المركز الثاني نقطة، مالي المركز الثالث نقطة، اسواتين المركز الرابع الأخير بدون نقاط. مجموعة جي العشرة تضم الكاميرون المركز الأول 3 نقاط، كينيا المركز الثاني نقطة، زيمبابوي المركز الثالث نقطة، وناميبيا المركز الرابع الأخير بدون نقاط. مجموعة كي الـ11 تضم الكونغو المركز الأول 3 نقاط، أوغندا المركز الثاني نقطة، جنوب أفريقيا المركز الثالث نقطة، جنوب السودان المركز الرابع الأخير بدون نقاط. والمجموعة الـ12 الأخيرة تضم بوروندي المركز الأول 3 نقاط، بوركينا فاسو المركز الثاني نقطة، السنغال المركز الثالث نقطة، وملاوي المركز الرابع الأخير بدون نقاط. تابعينا الكرام، ترتيب الهدافين، المركز الاول اديمولا لوكمان لاعب نيجيريا سجل هدفين، يتساوى معه حكيم زياش لاعب منتخب المغرب، وجان فيليب لاعب كوت ديفوار، ولويس مافوتا لاعب افريقيا الوسطى، وسابيلو لاعب اسواتيني. بعد كده المركز الثاني اكثر من لاعب سجلوا هدف، واحد منهم ايوب الكعبي لاعب منتخب المغرب، امين خويري لاعب الجزائر، امين حيفر لاعب التشاد، ابراهيم دياز لاعب المغرب، عندنا ايضا اللاعب فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس،
حسام عوار لاعب منتخب الجزائر، ابراهيم عادل نجم منتخب مصر، وعندنا عمر مرموش نجم منتخب مصر، رامي ربيعة ايضا نجم منتخب مصر، اوباميانج لاعب الجابون، ساديو ماني لاعب السنغال، فينسنت ابو بكر لاعب الكاميرون، فيكتور اسم اللاعب نيجيريا. اشترك في القناه فعل زر الجرس اعمل لايك للفيديو. متابعين الكرام، كان معكم محمد نور الدين. اقول لك صناع الاهداف بالمره بما ان الجوله الاولى خلصت. متصدرين صناعه الاهداف، كل واحد صنع هدف واحد. عز الدين قناح لاعب المغرب، احمد سيزو لاعب مصر، مين مصطفى محمد لاعب منتخب مصر، موسى ياسيمون لاعب نيجيريا، رامي بن 70 لاعب منتخب الجزائر، ما فيش تاني يعني، بلال المهاجر لاعب منتخب تونس. بس اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.